كابتن ايمن، الشوط الثاني للزمالك هو 45 دقيقه بدا بهم زيزو كاول تغيير على حساب مصطفى شلبي، لكن فشل الزمالك في احراز اي هدف في هذا الشوط. الشخصيه اتغيرت تماما الشوط الثاني لنادي الزمالك بدخول زيزو، اكثر قوه اكثر تحكم. المصري ساعده بعد لما حصل ارتداد مبالغ فيه من نص الملعب، كل حاجه كانت لصالح نادي الزمالك. لكن يظل ان نتيجه المباراه صنعت من الشوط الاول جوميز وتفوق علي ماهر عليه، تفوق عليه في اسلوب اللعب، ازاي ضغط على منطقه نص الملعب، زهق قوي عبد الله السعيد خلاه يستلم من تحت قوي، زهق قوي ناصر ماهر خلاه ينزل يستلم من تحت قوي. علي ماهر اي حد عنده مخ في صناعه اللعب في نادي الزمالك لعب عليه ضاغط، ما لعبش ضاغط على الملعب كله، ما لعبش ضغط عالي على الملعب كله، لعب ضاغط على اللعيبه اللي يقدر تصنع الفارق لنادي الزمالك، فحصل تفوق مع هديه جوميز بالتشكيل، اختار تشكيل لا يليق بتغييره كمان لا تليق، يعني كونراد لعيب كويس بس عايز وقت، الشوط الثاني هو احسن شويه، بس درجات الكيمياء الفنيه بتاعته مش موجوده قوي مع نادي الزمالك. شلبي كان بره اللعب الشوط الاول تماما، شيكابالا كان بره اللعب وكان عليه ضغوط فهرب في نص الملعب، في الزمالك لعب من غير وينجين، انا لدرجه حسيت ان الزمالك بيلعب 9 ضد 11 في اوقات كتيره في المباراه. الشوط الثاني حصل تحسن في منطقه نص الملعب مع تغييرات جوميز، بس فضلت الضغوط اللي موجوده ان الزمالك متاخر مديه التفوق النفسي والتفوق الفني لعلي ماهر، حتى تغييرات علي ماهر فيها شيء من الثقه. عجبني قوي ان هو عارف يلعب في منطقه نص الملعب بشكل رائع جدا ويضغط على لعيبه الزمالك، افقد الزمالك كل الموازين القوه بتاعته. اختفى تماما الشخصيه الهجوميه كمان لاول مره لعلي، لعمر جابر والبنتاي الاثنين، التأثير الهجومي حتى لو كان في تحول هجومي لكن التأثير الهجومي الإيجابي كان ضعيف جدا. في حاجة في الكيمياء في المباراة دي مش راكبة، النشاز طلع من الشوط الأول، في نشاز في الملعب في أداء نادي الزمالك. التجاوب كمان ما بين جوميز واللعيبة وما بين الحلول اللي يقدمها لمنطقة نص الملعب كانت ضعيفة، متأخرة، دايما متأخرة، جوميز دايما مقدمها متأخر. اتفرج على التصرف بتاع منطقة نص الملعب كله، دونجا واقف غلط، عبد الله السعيد بيدافع زياده عن اللزوم، بيأدي 6 بشيء زائد عن حجمه، انفصل منهم ناصر ماهر، نص الملعب اللي كان مصدر القوه لنادي الزمالك اصبح مش موجود، مع طرفين ملعب مش بكامل تركيزهم، الزمالك خسر الشوط الاول. وجون كمان بصراحه جون رائع طبعا، التحول الهجومي اللي عملوه فرقه المصري، ودي اللعبه اللي بيلعبوا عليها طول المباراه، ازاي بيلاقوا مساحات ويلعبوا من خلالها. لكن درجات التفاهم بين عمر جابر وعواد يسالوا الاثنين على الهدف، يعني عمر جابر طلع كورتك، طب حسيت ان عواد اتكلم معاك، طب ما تطير يا عواد وطلع كورتك، يعني كان في حلول في الجون، لكن هي الجون ما بتجيش غير من اخطاء، والاثنين وقعوا في الخطا مشترك بشكل غير عادي. لكن خلينا نتفق، التفوق الفني لعلي ماهر الشوط الاول اداله نتيجه المباراه، حتى ايفن في الشوط الثاني، حتى في الشوط الثاني. اسمع كابتن كده، عايزك ده الحوار ده بين ما بين عواد وعمر، عواد هو بيكلمه اطلع، لا يا عمر بقى، يعني انا شايف الاثنين كانوا يقدروا يحلوا الموضوع. بس كابتن في النقطه دي معلش تحديدا، المدافع ما دام وصل للكوره قبل الهدف ما كانش متملكها، ما ينفعش لازم يحمل حارس المرمى. وجهه نظري انا كمدافع هتفرق معايا جدا لو انا اخدت القرار مره واحده، يبقى هخلص الليله، يعني انا بالنسبه لي قريب الكوره هطلع اشيل اتفرج على مكان عمر، لكن جابر. مش هتفرج على مكان عمر جابر. أيوة. وانت بتتكلم شوف مكان عمر جابر، لا يتيح له، انت فاهم، لا لا لازم هنا يعمل تاكلينج الاولاني كابتن. ويطلعها كابتن، انا يتيح له يعني يطلعها، لازم كان لازم ما يعتمدش على عواد. ايوه ماشي، هو خاف يعتمد على عواد عشان خاف من الخطا، خاف ان هو يجيبها جول. أيوة. وخاف ان هو يجيبها جول في نفسه، يعني هو كان، انا كمدافع ما استناش كان لازم يعمل تاكلينج ويطلع الكوره، يخلص الليله، ده كان طبيعي. بصراحه الشوط الثاني زيزو ودرجات تاثيره بانت، الشخصيه الهجوميه لنادي الزمالك، استغلال المكان، كنت اتمنى ان كان ناصر منسي كمان يفضل موجود في الجزء الهجومي وينزل حد مكان كونراد البولندي، كانت الجزيري ينزل مكانه، كانت الشخصيه الهجوميه تبقى مقبوله لنادي الزمالك. الحلول كلها كانت متاخره في ظل التفوق النفسي لفرقه المصري، داقوا الفوز، داقوا الاحساس بالتفوق، كل حاجه علي ماهر وظفها بفرقته بشكل كويس، حتى تغييراته كانت رائعه، يوم رائع لعلي ماهر في ادارته للمباراه، ويوم يعني متوسط جدا لجوميز في ادارته للمباراه. في دقيقتين تقدر تقول لي ليه المصري تراجع في الشوط الثاني؟
طبيعي. هو يعني زي ما انا قلت لك، هو خلاص خطف المباراه في الشوط الاول، قدر ان هو يعمل هجمه مرتده نجح فيها صلاح محسن بالترتيب مع الشامي ان هو يقتل المباراه 1-0 يعني في الدقيقه 47 غالبا. كانت خلاص يعتبر انت بتلم اوراقك عشان يعني داخل اوضه اللبس بتفكر في التعادل، انت لا انت طلعت كسبان، فانت اوريدي خلاص وصلت الهدف بتاعك. انا شايف من وجهه نظري علي ماهر فضل ان هو يترك الاستحواذ لنادي الزمالك، هو عارف ان هيبقى فيه مساحات كبيره جدا، بس هو القصه ان انت النهارده انا شايف من وجهه نظر ان الشامي وميدو جابر استنفذوا بشكل كبير جدا جدا في الشوط الثاني. هو لو بيعمل الادوار اللي مطلوبه منه اللي هي من بدايه الشوط الاولاني، خلي بالك النادي المصري ضغط اول ربع ساعه ضغط هايل جدا جدا جدا. اول ربع ساعه النادي المصري يمكن لياقه بدنيه عاليه جدا، قدر يتحكم في رتم المباراه، ضغط على نادي الزمالك، ما كانش فيه مساحات بشكل كبير جدا للخروج من نادي الزمالك، يعني زهق نادي الزمالك في نص ملعبه. نعم. وده استنزف بشكل كبير جدا لياقه بدنيه، ضغط عالي ربع ساعه كامل، بعد كده رجع على الاقل 30 دقيقه ان هو واقف في نص ملعبه يعني هجمات على مضض. انا شايف من وجهه نظري ان اللعيبه استنزفت، يعني ميدو جابر والشامي اعتقد ان كان لهم ادوار هجوميه في الشوط الثاني ما قدروش يستغلوها، وده اللي خلى النادي المصري بالوضع ده. ولكن مع التغييرات يعني تحسن اداء النادي المصري بشكل كبير.